الحمد لله ولي الصالحين، وصلى الله على عبده وحبيبه محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الصحيح، إلى أن قال رحمه الله: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. وبإليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: وأبيض يستسقى القمامة بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وقال عمر بن حمزة: حدثنا سالم عن أبيه: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وهو قول أبي طالب. وبإليه قال: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. وبإليه قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. وبإليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني مازن الأنصار. باب انتقام من رب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهك محارم الله. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبإليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عيار قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمرة أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان وجاءه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً
فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: والله ما رأينا الشمس ستاء. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضرام والأودية ومنابت الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.